حزب التقارب الوطني PCN هو الحزب الرابع الذي انضم للحركة الوطنية للإنقاذ خلال هذا الأسبوع في مناسبة حاشدة لمناضلي ومناضلات الحزبين وقيادات الحركة الوطنية للإنقاذ، وبحضور الأمين العام النائب الأولى لحزب الحركة ماجيبيان باتشاريتا والمستشار علي عبد الله الذي رحب بالحضور في خطاب له باعتباره رئيس اللجنة المنظمة لحفل الانضمام، حيث أكد بأن كل هذه الانضمامات للأحزاب السياسية إلى الحركة الوطنية للإنقاذ لدليل على أن الحركة تتمتع برؤية ثاقبة وبرامج طموحة لخدمة الوطن والمواطنين. من جهته رئيس حزب التقارب الوطني المنضم محمد تراب سرد تاريخ حزبه السياسي والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيدا ببرامج الحركة الوطنية للإنقاذ والتي أعجب بها، لذلك قرر مع القاعدة والمكتب التنفيذي الانضمام إلى الحركة الوطنية للإنقاذ. الأمينة العامة النائبة الأولى للحركة الوطنية للإنقاذ ماجيبيان باتشاريت قدمت الشكر والترحيب باسم الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ والمجلس الوطني للإنقاذ وجميع المناضلين إلى رئيس حزب التقارب الوطني ورفاقه الذين انضموا إلى الحركة الوطنية للإنقاذ، وأنهم يتمتعون بكامل العضوية، لهم حقوق وعليهم واجبات، وأن الحركة ترحب بكل من يريد الانضمام إلى صفوفها.